هناك الكثير من المقاومة للمضادات الحيوية التي تحدث، ولهذا السبب من المهم جدا تحديد المركبات بطرق نشاط جديدة لهذا المشروع. لقد عملنا على بروتين يسمى كليب باي، ومؤخرا أصبحنا مهتمين باستهداف هذه البروتينات لتطوير مضادات حيوية جديدة، وبدلا من تثبيتها نشاطها، نحن نقوم بتحرير نشاطها لجعل هذه البروتينات تفعل شيئا لا تفعله عادة. في هذا فنفترض أن لديك غسالة وقمت بضبطها للقيام فقط بالألوان الدقيقة للماء البارد، ولكن بعد ذلك نحدد هذه المركبات التي تصنع الغسيل تحول الآلة إلى القطن الساخن، وبالتالي سوف تدمر اهتمامك. لذلك يبدأ البروتين في مضغ الأشياء التي ليس من المفترض أن تمضغها. لذلك كان هذا هو الشيء الصعب، حيث كنا نحاول إيجاد طريقة يمكننا من خلالها ضرب البكتيريا كليب باي، ولكن ليس المقطع البشرية، فهذا يسمح لنا بتطوير هذه الفئة الجديدة من المركبات التي نأمل في النهاية أن ندخل إلى عيادة. وكان سي ال اس حقا مفتاحا لكل هذا، وكانت جهودنا مبنية على البنية، لذا نحتاج إلى الحصول على هياكل المقطع مع مركب مرتبط. إذا لم يكن باي لدينا تلك الهياكل لم نكن لنفهم كيف تعمل. الاشتراك بالقناة على اليوتيوب والفيسبوك علوم طبية وتكنولوجيا. شكرا للمتابعة.